أمومتها وتشوف غير حياتها. وفي هذيك اللحظة بالذات كانت ضيعت نفسها وضيعت أولادها. مشاهدينا، ما عليكم إلا أن تركزوا في هذه الحكاية مليح مليح، لأنه راح تعرفوا فيها على ضحايا المجتمع وضحايا هذه الجريمة. متابعة طيبة. بتاريخ 21 جوان 2007 تحركت فرقة الشبكة القضائية التابعة لأمن دائرة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة في مهمة تنظيف المناطق العشوائية من المخدرات والبحث عن المروجين وتجار السموم في الشوارع. فرقة الأمن هذه كان مرافقها فريق تلفزيوني اللي كان يحضر لإنجاز روبورتاج حول تعاطي المخدرات في الجزائر وخطورتها. نشفى أنا في 2007 كنت صحفية بإحدى الجرائد الوطنية، وكما كنت نشتغل في قسم الأحداث كانت معي زميلة كانت هي اللي تناولت هذه القضية. العملية بالنسبة لهذه الفرقة كانت سهلة لأنهم الناس متعودين على مثل هذه المهمات، وبالفعل قدروا يلقاو الشيء اللي بحثوا عليه ولقاو القبض على شحال من مروج ومستهلك في نفس الوقت. وهذه التصريحات اللي خذيناها من الأرشيف هي الدليل على نجاح هذه العملية. لقينا عنده ست مشاطي هذوك الكاشيات، قالت له مدام كوراج، لقيناهم ديجا ينيغوسيو باش يشري عليه، وهذاك الشخص هذاك اللي باعلو ديجا حكينا من قبل عنده أوردونونس كوم سي مريض، يستغل الأوردونونس هذيك ويبيع ويشري بها ومام طون يعاود لهم بيع. دوزيام تيشري عليه، لقينا داير لقينا عنده سوم دارجون امبورتونت، أمر اللي يدل باللي هذا السيد هذا راه يزاور راه يتاجر بالمؤثرات العقلية. خلال هذه العملية حدث واحد الأمر بالصدفة، أمر اللي ما كانش في البال. من بين هذه الناس اللي تم القبض عليهم كاين واحد الشاب اللي عمره ما يتجاوز 22 سنة، كان في حالة كارثية من تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة. هذا الشاب من اللي شاف الشرطة وهو خايف ويبكي ويعيط. كنت أنا وصحابي كنا في البحر كالعادة، هذيك هي بلاصتنا اللي ريحوا فيها، وكل واحد واش كان يدير، واحد يعمر وواحد يشرب، كل واحد واش كان يدير. في هذاك لو مومون تاع العمليه كان واحد منهم شاب في العشرينات من العمر، واحد العشرينات، واحد منهم كان يتعاطى المخدرات مع الشباب في هذيك المنطقه قدام البحر. داوه عندهم المخفر، هضروا معاه، قالوا له، وهو كان ديجا متعاطي مخدرات، حكموه كان عنده الزطلة، باينة بلي تلحق لهذاك الشيء. هذاك كان يتكيف في المخدرات ويشرب الكاشيات، كي داوى على المش صابوا عنده المخدرات كاشيات كلش صابوا عندهم. كي سقسوه أعوان الشرطة على باباه وين راه وعلاش وصل به الحال لهذه المرحلة من الإدمان، قالهم بابا من ضحايا الإرهاب مات وأنا صغير، والفقر والشوماج هما اللي خلوني ندي هذا الطريق. بعد ما أصر عليه واحد من عناصر الشرطة وطلب منه أنه يقول له باباه وين راح باش يتصل به، انفجر بالبكي وبدا يقول بابا راهو مقتول، بابا راهو مقتول ومدفون عند الباب. أنا ما قلت غير الصح والسراق قلته. لما كيسمعوا لابوليس فتحت القضية، حكى لهم يعني بالتفصيل كيف هذيك المحنة هذيك واش في عقلو، هور ما حبيناش نسقو هذه هي مي با لا سويت نتي اوبليجي نسقو باسكو ما عاد سمعنا بلي واش كاين. في ديك الدقيقة الجميع ظن أنه هذا الشاب راهو يخرف ويتكلم أي كلام، يعني باش يبرر عملته والمخدرات اللي لقاوها عنده. لكن بعد مدة
وبعد ما قال أمور بنت الأعوان الأمن تقدر تكون منطقية، الناس كامل اندهشت وبدأوا يشوفوا في بعضهم. ومن هذيك التصريحات اللي قالهم وليد المصالح الأمن، من ثماك بدأت الحكاية والتحقيق. أصل هذه الحكاية بدأ مع هذه المرأة المدعوة حدة، واللي في عمرها في ذاك الوقت كانت 38 سنة. حدة متزوجة وأم الأربع أولاد، بنتين وزوج ولاد. يقولوا بلي تخدم في الديار، يعني فام دو ميناج، لكن بعد ما بحثنا لقينا بلي كانت تبيع وتشري، وكانت عايشة ومعيشة أولادها من عند الناس. أنا بابا كان خدام، ما قري شهرية قليلة، كنا وش كانت بربي بتاع نعيشوا بها الحمد لله. هذا زوجها عمي رشيد، في عمره 55 سنة، إنسان مريض وحالته حالة، خدام عساس في الباركينج تاع البلدية، معاق وقد وقد روحه، يخدم باش يوكل وليداته. بابا إنسان مريض، إنسان معوق، ويخدم عساس في باركينج. وناس مناح على كل حال، كان يخلص قليل يعني، كيما كان يخلص مليون، وحد واحد روحه من الخدمة للدار، دار الخدمة، ما يتكلم ما يهضر ما. كان حارس في البلدية تاع عنطايا، معوق. حد اللي حكينا عليها قبل ما تكون زوجة عمي رشيد هي بنت عمو. كلمة ما تزيدهاش. لازم تعرفوا باللي حدة هي اللي تحكم، وعمي رشيد ما يقول غير أنعم وحاضر. خدمت على النهار عرفتك فيه. كانت فاميلتو زوج بها، بصح مسكين ما ينطقش قدامها. وكان رايها هو اللي يمشي، وكانت حتى هي تحكم في عمي رشيد. كيخاف من اليمة بزاف. كان ما يقدر يدير والو مسكين. كانت صعيبة بزاف وعارة بزاف بيحة. كلمتها هي جوز. هو من داك دفع بي وري صوتو يعيط مع الحاجة ما تعاود تركه. ما يقدرش يهضر والو والو، ما يقدرش يهضر مع قدام. دارت له الفيطو عليه. ثم ما كاش. ولا يسكت مسكين ويحملها. في هذا الوقت يعني في سنة 1993 كانت الحالة صعيبة. ولا أمن والعشرية السوداء، والناس كامل كانت من الخدمة للدار من الدار للخدمة. وهذا كان حال عمي رشيد اللي كان من الخوف يدخل بكري لداره. كان ذلك الوقت وقت الإرهاب، كنا نخافه بلك ترقد صباح ما تطوش. هذا وليد صغير، وليد حدا وعمي رشيد، وهذه أخته صغيرة، كانوا قراب لباباهم بزاف وحنان عليه. وكل ما تعيط عليه يماهم يبكي وما يحبوش عليه، تلقاهم معنقينه طول النهار ويلعبوا معاه ويلعب معاهم، وحتى هو كانوا شغل عينيه اللي يشوف بيهم. المهم أنه عمي رشيد كان حنين على أولاده أكثر من يماهم اللي جابته. كان حنين بزاف، كان ينحي من لحمه باش يعطينا، باش يعطينا ناولو. ومسكين كان عاجز ما يقدرش هكذا كوب القليل، وكان يعطينا ما يخليناش، ما كانش مخلينا. كان حنين معنا لدرجة ما تقدرش تصور. ما محنا كنا نحبوه بزاف، كنا نحبوه بارابور مالغري يمانا ما نحبوه بزاف. أنا عمي كان حنين بزاف بزاف على ولده، ينحيهم فمه يعطيه لولده. الله كان حنين بزاف بزاف، ينحي مكرشه ويقعد هكذاك ويمد لولده. نهار بعد نهار كانت الحياة بين هاد الزوج تصعب. كمل القهوة تاعك ساعة. صعب لأنه عمي رشيد ومرضه خليه ما يلعبش دوره الكامل في الدار ووسط العائلة، يعني دور الراجل في عائلته. هيا بصح هيا. مع المرأة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وزيد حدا اللي كانت شخصيتها قبيحة وواعرة وديما برا الدار، كل ما يحكي معاها زوجها تزقي عليه وتقول عرفتك. نعم كانت سب راجلها وحكوا لي عليها، حكوا لي عليها رجلي، وحتى الجيران حكوا لي عليها، وكانت تقول له كلمات ما يتسمعوش، يعني لهلا تربحك الله يعطيك الموت ما تخليلوش. سبوا بالكلام اللي ما يتقالش كاع، ما يتقالش كاع، هو ما يقدرش يواجب مسكين، ما يقدرش يواجب، ساكت برك. كانت تسب باباه، كانت تسبو تقول له سمحوا لي العباره هذه، تقول له انت ماشي راجل. واش ما غير سبان، سبان اللي ما يجيش في العقل كاع. انسان تاع كلام اللي ما فيهمش سبو، ما تخليلوش تعايرو وتواسيلو. حتى لهذه المرحلة الحياة ولات ما تنطقش بيناتهم، يعني بين حدة وبين زوجها عمي رشيد. المشاكل، العياط في الدار، والولاد يشوفوا بعينيهم، وحتى الجيران كانوا كارهين هذه العائلة بسبة حدة اللي كان واحد ما يسلك منها ولا من قباحتها. ما كانش اللي يحكم فيها، راسها يابس
واش تحب دير؟ قبيحه فوق المستويات. ما كانت خاف حتى واحد، كان هما اللي يخافوها. ماشي يخافوا منها كما قالك خوف من ربي، مي هي كانت عندها بزاف معلقات تاع برا، كنا نخافوا كانت وقت الإرهاب ولا خل ما. في هذه الحكايه كاين واحد الشخص اللي لازم تتعرفوا عليه، هو عبد الرحمن اللي في عمره 44 سنه واللي كان من سيدي عيسى يعني ولايه مسيله. هاد الشخص يقولوا بلي يخدم كل شيء، يعني كيما نقولوا ينافيغي. عبد الرحمن كان يعرف حد مليح وكانوا حباب وصحاب ويشوفوا بعضهم كل يوم، يعني كانت بيناتهم علاقه. وكان عبد الرحمن يجي للدار عمي رشيد كيما يكونش تما، كنا نشوفوه يدخل واحد ما يتكلم واحد ما يهضر، تما قلنا غنى بالك واحد من العائله ديالهم ولا. حنا كنا نشوف واحد الانسان غريب كان يدخل للدار هذه، هذا سيد اسمه غريب واسمه عبد الرحمن، هذا سيد من سيدي عيسى كان يجي تما، حنا قلنا بالك فاميلتهم. كي وصل ما عنده حتى راي معاها، هي لقات غرضها ولقات رايها واش دير واش تحب. كي ولات دير واش تحب كيفاش يقولوا تمادات ووصلت دارت واش دار اللي دارته. يجي حتى في الليل كي يكون عمي رشيد راقد وفي بيته. حقيقة عرفنا بلي كان حاجة ما بينه وبين اسمها حدا. العلاقة بين هاد الزوج كانت قديمة وكانوا كامل الجوارين على بالهم بها. الجيران كانوا ساكتين لأنهم خايفين من حدة ومن زعافها ومن لسانها طويل. هذا عبد الرحمن سمعنا به هو سيدي عيسى. كان الراجل كي يروح يخدم الآخر يدخل الدار. هاو قاعد في الدار. عبد الرحمن من بكري يجي للدار، مام كي كان بابا. مام جاتو سهلة. تراس كل يوم يدخل يخرج. إيه قال لي راجلي. بلي كان يعني تجيب عشيقها يعني البيت. كان هي تعيط له يجي لها. إيه كان يدخل هي كانت تجيبه للدار. رجلها تم مسكين. هي حقيقة كان هو يدخل و سمع عمي رشيد داخل الدار. عندما تخون هذا الزوج وما كاش مبرر للخيانة الزوجية، تخوني زوج وتصبح يعني المهام تاعك بدل ما تكوني أم تصبح أم، نقول أنها عاهرة تمارس دعارة في أمام أبنائها وفي بلاد مسلم وفي وسط رجال وفي وسط حومة، يعني حومة شعبية، حي شعبي، ما يقبل حتى إنسان أنه تكون جارته حدا. للأسف أولاد حدا صغار وسيرته وليد كان يشوف ويسمع كل شيء. صح كان صغير بصح كان فاهم بلي يماه راهي تخون في باباه، تخون في باباه مع عبد الرحمن اللي ما كانش يشوف في حياته إلا هاد المرأة والعلاقة اللي كانت تجمعهم، وما كان يهمه لا الشرف تاع العائلة لا الأولاد الصغار لا الجيران. دي فحتى نخرجوا هكذا نخرجوا باش يسيو نهضروا معاه، ما يهضرش معنا كاع، ما يقيمناش كاع. تهضرش معايا وانا الحق حتى يقول اني في داري. عبد الرحمن ما كانش سامع بينا كاع، راني قلت لك يدخل الوقت اللي يحب يخرج الوقت اللي يحب، ما كانش اللي يهضر معاه. حدا ومشاكلها ما وصلش بها الحال غير هنا، وزاد كانت منين ذاك تجيب البنات اللي عندها في الدار وتخدم بيهم، يعني كانت خارجه الطريق وبيتها كانت معروفه ومحروقه كما يقول. وهذا الشيء كان يضايق راجلها بزاف اللي ما كانش يقدر يرفض راسه وسط الجيران ولا وسط اصحابه. كان يحشم كي يخرج للزنقه هكا يحشم، ما يقدرش يوري وجهو عند الجيران، باسكو علاه؟ يعرفوا باللي المراه تاعو يما قبيحه، صافي يحشم باش يوري وجهو يفيتي الناس، هذه الا خرج ما يهضر مع حتى واحد، كانوا الناس الحومه قاع تما قاع يهضروا عليهم. واكيد انه كان يسمع ان زوجته خائنه، لانه عايش في مجتمع، يخرج يدخل، الراجل مسكين نصفه مشلول، الراجل يعني نشوفوا أنه الزوج بالمقابل حب يحافظ على هذو الأبناء، قعد معاها، شكون يقبل يعيش مع زوجة خائنة والناس يضحكوا عليه؟ احنا مجتمع جزائري، مجتمع محافظ مسلم، هو يعني نقولوا أنه تحدى المجتمع، رجولته محاها وقعد معها حتى مسكينة كده يخرج يبدأ نصيبه معنا عمي راشد وشرك لبس ما يوجبنا ما يهضر معنا حتى حابط راسه ورايح.
هبط راسو خطره جا خارج هكذا من تما. ولا انا كنت حاضر قريب طاح من الدرج تخرجنا شديناه ما قلت ما يخسرش فيك هبط راسو هكذا ويهبط. هذا عبد الهادي وليد خوه ما يسكنش في العاصمه يسكن في الشرق الجزائري يجي عندها بزاف وكان يتفاهم معاها مليح مليح. الصراحة أنه كان عارف عليها كل شيء وحتى هي يعني حدا ما كانتش عاملت له حساب نهائيا. أنا كنت أخوها حكيته هذاك هي كانت تعيط له تعيط له ويجي وكي يجي كما قالك سبالة قاعدة حضورة هاني متعد هاني. خليني أقول لكم باللي حتى هذا الشخص عبد الهادي ما كانش إنسان سهل كان يجي غير على جال صوالحه. ولازم تعرفوا أن الصوالح اللي كان يجي عليهم هذا الشخص هما بنت حدة صغيرة واللي كانت تعجبه بزاف وحدة كانت وعداته باش تزوجها له كي تكبر. رجل بنتها يجي تما يقعد مع بنتها تخليهم وحدهم يغلق الباب عليها الأخر كان داير رايو تما. هاد الأم كانت تخلي وليد خوها مع بنتها وحدهم وكانت عارفة وش صرا بيناتهم ولكن هاد الشيء ما كانش يحرك. لهنا كان لازم توقفوا عن شخصيتها. يا هل ترى هذه المرأة عادية ولا شخصيتها غير سوية؟ هي مرأة غير واعية. كيفاش تخليهم يشوفوك وكيفاش تفكري أنك تقضي على الوالد تاعهم؟ يحتاج الوالد، أنت ما تحتاجيش. طفل تاع 7 سنين يحتاج الوالد، البنت تحتاج الحنان. كانت تخمم فقط تمشي بغرائزها المرضية والشهواتها. هذه امرأة لو نبحثوا على التاريخ اللي نشأت فيه أكيد أنها ما تنشأش تنشئة سليمة، تنشئة أسرية. أكيد أنها امرأة ما عندهاش هذا وازع ديني أو وازع أخلاقي، تشوف فقط نفسها وتشوف فقط رغباتها وغرائزها. هذا مكان من الأمور اللي كانت مغلطة هذه المرأة هي صاحبتها العلجة اللي كانت تشجعها باش تبقى على علاقة مع شيقها وأنها تتخلص من زوجها. هذيك المرأة أنا كما هي كيف كيف قبيحة. هذيك المرأة هذيك قبيحة أكثر من هذي حد كانوا يديروا خدمات اللي ما يندهروش. كانت كل يوم تعمل لها راسها تلقيه ماشي هذاك راجل تلقيه شوفي في ديري تلقيه. وحدة كانت توافقها على هذه الدبارة لكن العرف والحشمة وحدة زيد تقولها هذا وليد عمي ما عنديش كيفاش نربيه واش يقولوا عليا الفاميليا واش يقولوا عليا الناس. هذا وين جاي؟ الله غالب واش راك لاباس؟ لا لا بس تمكم لا لا لاباس تي قادم معنا دوك نجي علاش غادي راه هذا تي معنا مازال بصح ما تخممش عندنا ندير لك الشغل كل شيء ما تقوليش ماشي باش لا بالي شي بروبليم كاع. ديتي سميرو ما ديتيش القهوه جيتي لازم تهلاو فيه دار دارو ديال السكر كيفاش صافا كنعرف لا بس ديالك لا والله لا بس صافا صافا نقولوا لا بس هيت مشهور من الدراري مهداك العايب حياتي كرهتها نقول لك صح صح انا قلت لك ما رجع انا بالي بعدا تسنى في راجل وقت كامل ما ينوضش من الكرسي ايه واش تحبي كان عرفت بهمي يا عاودي يا خي متبعك ربي حلب خليه سبع كيما انا يخلص بابا واش سيدي يا خي ربي حلل ماشي كي دير حاجه باش قريب ان شاء الله اي دي سيدي وانا راني هنا تخميش وتخميش عليا الحاله في هذا الدار كانت كارثيه والاونه الاخيره زاد المرضى على عمي رشيد وصل به الحال حتى انه ما ينوش من فراشه وزاد فشل وحاله ما بداش يبشر وما كان يلقى غير بنته صغيره ووليد وليد. اما زوجته فهي اللي كانت متمنيه انه يموت وتتهنى. يما بابا ومراه والله لا يردوا يموت بقاي فيها وحدك انت يا بابا ما يموت بابا ما خافش. في تاريخ 14 ماي 1993 وبعد ما تعافى عمي رشيد خرج من الدار في واحد النهار كما العاده لأنه زوجته كانت تقوله خرج من الدار ما تبقى ليش هنا. بابا أنا مريض
كما قلت لكم مريض يدخل بكري، هذيك ضرب مع وقت 7-8 يدخل ما يطولش، هذيك ضربه طول بزاف، ويما ما على بالها ما حوست عليه ما سقسات عليه ما حبالاش كاع به. كانت تحب يخرج من الدار باش يجي عندها عبد الرحمن اللي كانت عندها علاقه مشبوهه به، ولانها كانت فاتحه دارها لكل الاعمال المشبوهه، يعني الدعاره، الحبوب المهلوسه، وحتى السح، وكل شيء خارج. في الليل عمي رشيد ما بين عليه حتى خبر، ولاده تقلقوا عليه سير تو والد صغير. ما تخافش. لكن حتى ما كانتش كامله سامعه به يجي ولا ما يجيش. والليله ولات زوج، وزوج ليالي ولاو ثلاثه، وعمي رشيد غايب على الدار لا خبر ولا مرسوم. بعد مده مشات هضره في الحومه اللي يسكن فيها عمي رشيد، وقالوا انه راهو مات في انفجار قنبله في ضواحي العاصمه. وبالفعل في هذوك الايامات كانت صرا انفجار. قالوا مات بالخير. الله اكبر الله اكبر سبحان الله. قالك سوا ديزون قتلوا الارهاب. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايها. العائله كلها بكات على عمي رشيد وداروا العزاء كيما يجي. تخدم بهم يعني كانت خارجة الطريق، وبيتها كانت معروفة ومحروقة كما يقول. وهذا الشيء كان يضايق راجلها بزاف اللي ما كانش يقدر يرفض راسه وسط الجيران ولا وسط أصحابه. كان يحشم كي يخرج للزنقه هكا يحشم، ما يقدرش يوري وجهو عند الجيران، باسكو علاه؟ يعرفوا باللي المراه تاعو يما قبيحه، صافي يحشم باش يوري وجهو يفيتي الناس، هذه لا خرج ما يهضر مع حتى واحد، كانوا الناس الحومه قاع تما قاع يهضروا عليهم. واكيد انه كان يسمع ان زوجته خائنه، لانه عايش في مجتمع، يخرج يدخل، الراجل مسكين نصفه مشلول، الراجل يعني نشوفوا أنه الزوج بالمقابل حب يحافظ على هذو الأبناء، قعد معاها، شكون يقبل يعيش مع زوجة خائنة وناس يضحكوا عليه؟ احنا مجتمع جزائري، مجتمع محافظ مسلم، هو يعني نقولوا أنه تحدى المجتمع، رجولته محاها وقعد معها حتى مسكينة كده يخرج يقدر نصيبه معنا عمي رشيد واش راك لاباس، ما يواجبنا ما يهضر معنا، حابط راسه ورايح حبط راسو. خطرة جا خارجة بدا من تما، والله أنا كنت حاضر قريب طاح من الدروج، تخرجنا شدينا، ما قلت ما يخسرش فيك، هابط راسو بدا ويهبط. هذا عبد الهادي وليد خوه، ما يسكنش في العاصمة، يسكن في الشرق الجزائري، يجي عندها بزاف، وكان يتفاهم معاها مليح مليح. الصراحة أنه كان عارف عليها كل شيء، وحتى هي يعني حدا ما كانتش عاملت له حساب نهائيا. هذاك وليد خوها حكايتو هذيك، هي كانت تعيط له تعيط له ويجي، وكي يجي كما قالك السباله قاعده تحضره. راني متعبت راني. خليني نقول لكم باللي حتى هذا الشخص عبد الهادي ما كانش انسان ساهل، كان يجي غير على جال صوالحه. ولازم تعرفوا ان الصوالح اللي كان يجي عليهم هذا الشخص هما بنت حدا الصغيره واللي كانت تعجبه بزاف، وحدة كانت وعداته باش تزوجها له كي تكبر. راجل بنتها يجي تما يقعد مع بنتها، تخليهم وحدهم، يغلق الباب عليها، الاخر كان داير رايو تما. هاد الام كانت تخلي وليد خوها مع بنتها وحدهم، وكانت عارفه واش صرا بيناتهم، ولكن هاد الشيء ما كانش يحرك. لهنا كان لازم توقفوا عن شخصيتها، يا هل ترى هاد المراه عاديه ولا شخصيتها غير سويه؟ هي مرأة غير واعية، كيفاش تخليهم يشوفوك وكيفاش تفكري أنك تقضي على الوالد تاعهم؟ يحتاج الوالد، أنت ما تحتاجيش، طفل تاع 7 سنين يحتاج الوالد، البنت تحتاج الحنان، كانت تخمم فقط تمشي بغرائزها المرضية والشهواتها. هذه امرأة لو نبحثوا على التاريخ اللي نشأت فيه أكيد أنها
ما تنشأش تنشئة سليمة، تنشئة أسرية. أكيد أنها امرأة ما عندهاش هذا وازع ديني أو وازع أخلاقي، تشوف فقط نفسها وتشوف فقط رغباتها وغرائزها. هذا مكان من الأمور اللي كانت مغلطة هذه المرأة هي صاحبتها العلجة اللي كانت تشجعها باش تبقى على علاقة مع عشيقها وأنها تتخلص من زوجها. هذيك المرأة أنا كما هي كيف كيف قبيحة، هذيك المرأة هذيك قبيحة أكثر ما دي حد كانوا يديروا خدمات اللي ما يندروش. كانت كل يوم تعملها راسها تلقيه ماشي هذاك راجل تلقيه شوفي واش ديري تلقيه. وحدة كانت توافق على هذه الدبارة، لكن العرف والحشمة، وحدة زيد تقولها هذا وليد عمي ما عنديش كيفاش نربيه، واش يقولوا عليا الفاميليا واش يقولوا عليا الناس. ديتي سميرو ما ديتيش القهوه جيت لازم تهلاو فيه الدار دارو كيفاش صافا الله لا بس يا كي لا صافا نقولوا لا بس عييت مشغول من دراري مدك العايب حياتي كرهتها نقول لك صح انا قلت لك ما رجعت انا عارفه بعدا تسناي فيه راجل وقيل كامل ما ينوضش من الكرسي ايه مش تحبي كان عرفت بهمي ايه يا ودي خي انت بغيتي العايب خليها يصبع كيما انا. ايه خلاص بابا تمشي سيدي يا خي ربي يحلك ماشي كي ديري حاجه ان شاء الله. ايه دي سيدي وانا راني هنا تخميش وتخميش عليا. الحاله في هذا الدار كانت كارثيه، والاونه الاخيره زاد المرضى على عمي رشيد وصل به الحال حتى انه ما ينوش من فراشه وزاد فشل وحاله ما بداش يبشر، وما كان يلقى غير بنته صغيره ووليده وليد. اما زوجته فهي اللي كانت متمنية أنه يموت وتتهنى. يما بابا ومرأة لا يردوا يموت. بقاي فيها وحدك انتيا بابا ما يموت بابا. ما تخافش قلت لك أزدك. في تاريخ 14 ماي 1993، وبعد ما تعافى عمي رشيد أخرج من الدار في واحد النهار كما العادة، لانه زوجته كانت تقول له خرج من الدار ما تبقاليش هنا. بابا انا مريض كما قلت لكم مريض يدخل بكري، هذيك ضرب مع وقي 7-8 يدخل ما يطولش، هذيك ضربه طول بزاف. ويما ما على بالها ما حوست عليه ما سقسات عليه ما حبالاش كاع به. كانت تحبه يخرج من الدار باش يجي عندها عبد الرحمن اللي كانت عندها علاقه مشبوهه به، ولأنها كانت فاتحة دارها لكل الأعمال المشبوهة، يعني الدعارة، الحبوب المهلوسة، وحتى السح، وكل شيء خارج. أين ولا مكاش؟ في الليل عمي رشيد ما بين عليه حتى خبر، ولاده تقلقوا عليه سيرتو والد صغير. ما تخافش. لكن حتى ما كانتش كاملة سامعة به يجي ولا ما يجيش. والليلة ولات زوج، وزوج ليالي ولاو ثلاثة، وعمي رشيد غايب على الدار لا خبر ولا مرسوم. Le ministère de la Santé a lancé un appel aux médecins et aux infirmiers en congé pour rejoindre les hôpitaux et inviter les citoyens. بعد مدة مشات هضرة في الحومة اللي يسكن فيها عمي رشيد وقالوا أنه راه مات في انفجار قنبلة في ضواحي العاصمة. وبالفعل في هذوك الأيامات كانت صراع انفجار. الكارثة. قالوا مات بالخير. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله. قال لك سوا ديزون قتلوا الإرهاب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيها. العائلة كلها بكات على عمي رشيد وداروا العزاء كيما يجي. البنت اللي صغيرة ولا تتذكروها واللي كانت حنينة على باباها كبرت وكبر الشر في قلبها وشافت بزاف صوالح أكبر من سنها،
تلقاها تقلد في يماها كيفاش تتكلم وتزت عند في اختها كبيره وصحابات يماها. المهم كانت حابه تكبر بالسيف قبل الوقت، وللاسف هذه الطفله كانت ضاعت وهي صغيره. كانت صغيره ديجا، كانت تحنينه شويه، بصح كي كبرت يما خرجت، هي خرجت كيما يما، تحت عند يما، تقول يما صغير تحت عندها باسكو شافت بالك دايره في بلادك، هذيك هي المعيشه، هذيك هي الحياه، الحياه تمشي هكذاك. البنت اللي تشوف يماها ماشي وفيه، تشوف رجل يدخل ورجل يخرج في البيت، البيت اللي عنده حرمته، البيت اللي موجود فيه الزوج المسكين اللي يخرج ويخدم. واش نقولوا على حد انها مجرمه؟ وكل عبارات اللي نقولوها فيها انا نظن انها قليله على هذه الانسانه المريضه، كذلك الانسانه المجرمه. اليامات كانت تفوت وحد الوقت يجري بها وهي تخسر في ولادها وحياتها بلا ما تحس وبلا ما تعبى. خونها الزمان وصغرها وسرقتها الدنيا، ولادها يكبروا قدام عينيها وهي غافله عليهم وغافله على حالها. بدل ان تغرس فيهم القيم المبادئ الاخلاق، خلتهم شاهدين على خيانة، خلتهم يكبروا في جو غير لائق. الطفل اللي عنده 7 سنين أو بنت لازم لها تشوف الحاجة المليحة. نكبروا ولادنا على الأخلاق، نكبروهم على وش قال ربي، نكبروهم على مساعدة المحتاج، نكبروهم على الوفاء. خطرة على خطرة كانت الأم تمد دراهم لوليدها، وليد اللي كانت لا خدمة لا زدمة، ولا تمد لوليدها الدراهم يعني تخدم غير على وليدها باش يخرج على عقله وتفسد حياته وتخسر حياته كاريمون. ضيعت له قرايته وزادت ضيعت له صغره. كانت تعطي له دراهم باش تراضيه وتسكته، وهي عارفه باللي راهو راح يشريهم مخدرات ويستهلكها. بصح كانت ساكته لانه الطفل الصغير كبر وشاف وفهم بزاف امور، وعرفت باللي خلاص ما راحش تقدر تحكم فيه. يما انا ما كانش عندي مين نجيب دراهم، كانت هي اللي تهلكني هاد الدراهم، هي اللي زادت كملت عليا، هي اللي ضيعت ولدها، وهي اللي كانت تمدو في دراهم باسكو ما كاش منين يجيب، كان ما كاش منين يجيب، ولا غير ما عنده ما يدير، هي تعطيلو شي لاخر باش هكداك صافطو كازو باش تضيعو. بقى الحال على حالو، كل ما يحتاج وليد الدراهم يجي عند يمه. في نهار كان الحال زايد عليه ودخل عليها كالمهبول وقالها اعطيني الدراهم راسي راح يطرب. رايح جاي عليا واش تسحق؟ اعطينا شويه مصروف كان والو خلاص شنو؟ خلاص كاين نشرب قهوة في عقلي تشوف؟ عطينا شوية مصروف شوية شوية مصروف ما تحشمش انت واقفين يدك دابا هي يدك ما تحشمش هي يدك ما تحشمش قاعد شوية صرف شوية يا ربي على والدي وش دار فيا يا ربي على والدي وش دار فيا يا ربي كل شيء بهم مخدرات كاشيات تعاوي الشر الزطلة كل شيء غير مخدرات باش ننسى باش الشيء اللي شفتوه كان أمر طبيعي طبيعي وعادي، لأن هي كانت السبب وهي اللي صنعت هذا الوحش البشري اللي الحق به الحال أنه يتهجم عليه. انتي اسباب كل ذلك، انتي اسباب كل ذلك. الضرب تاع الطفل يماه تكرر، وكان كل ما يحتاج تمدلو لانها ولات تخاف. كبر ولا قوي عليها وعقله ضاع بسبب الحبوب المهلوسه. كان امر اللي لازم تعرفوه، واللي هو ان وليد كل ما يعمر راسه يبدا يمشي ويقول بابا قتلوه بابا قتلوه. نشوفوا الطفل بدا يكبر، وكبرنا احنا معاه على كل حال كبار عليه. دينا نشوفوا الطفل هذا بدا من داك يكلاطين يبكي، مش به هذايا يبكي ولا جمعت مخدرات. كي عمر راسه يتفكر باباه. كي زاد حدا تحس باللي راهي تكبر، وحتى علاقتها بدات تسوء مع زوجها عبد الرحمن اللي خليني نذكركم انه كان عشيقها في وقت مضى، قررت تزوج وليدها الكبير اللي كان طايحها وما يقول لهاش لا. هذا الولد كان عاقل بزاف، وكان وليد يماه كيما نقولوا. جابت له واحد البنت عاقله بنت الجار،
وحتى هي طايعتها ولا بالاحرى تخافها وتقولها السمع والطاع. ما تعرفي طيبي، ما تعرفي تخدمي، وشنو هذا؟ هذيك البنت المسكينة ما كانش في يدها حل، كانت قاعدة وساكتة، وكل ما تقول لزوجها هيا نروحوا من هذا الدار يا راجل، يقول لها إلا حبيتي روحي روحي، الباب راهو قدامك، أنا من حذا يما ما نتحركش. هذه يما اللي فهمتها، أنا ما نروحش يما. لذا الكبير هذا كان يحبها بزاف، يحبها ويخاف منها، يخاف منها بزاف. و مام وساتو كما قولوا وجهاتو، قالتو هنا تريح، قالتو ما تفارقنيش تريح معايا، ويخاف منها يخاف منها ما يقدرش يهضر معها، هكذا حاجة صغيرة ما يقدرش يوجبها. انت راجل، انت المرأة تاعك تحكم فيك، انا شي امشي خرج. حياة هاد العيلة بقات مرة كما يقول، وكل واحد عايش في جهته، كل واحد عايش بالطريقة اللي تهواله واللي تعجبه. ها واش هنا؟ الاولاد كبروا وبداو يفهموا كل شيء، وحتى حده كبرت وكبر همها معاها، وبدات ما تطيق زوجها وهو ما يطيقهاش. في نهار من نهارات سنه 2007 وليد حده ناض كعويدو وخرج من الدار وراح طريق البحر. هذا المكان متعود يجيه وليد حده باش يقعد يعمر راسه ويتعاطى فيه المخدرات والمشروبات الكحوليه وما شابه. وليد كي كان في مكانه ما تخيلش بلي هذا اليوم راح يكون اليوم اللي تتبدل فيه حياته وتظهر بزاف أمور كانت مخبية. وهو يتعاطى في المخدرات كالعادة، طحت عليهم الشرطة والقابض القبض عليه قبل ما يقدر يرمي واش كان معاه من الحبوب مهلوسة. كما سبق وقلنا ما حبسش من البكاء والعياط، وهو يقول بابا راه مقتول مدفون عند الباب. عناصر الأمن كي داوه بداو يسمعوا فيه حكى واحد القصة غريبة وتحير بزاف وزيد تخوف. كل يقتل باباك هذا. القصة كانت تخص باباه والطريقة اللي مات بها، وقال بلي بابا ما ماتش في انفجار تاع القنبلة كما كامل الناس حاسبين. بابا قتلاته يما وعبد الرحمن راجلها. الحكاية بالتفصيل كانت كالآتي. العلاقة اللي كانت تجمع حدا بعبد الرحمن واللي تطورت بسرعة، وزيد لها التوسويس الكبير تاع صاحبتها العلجة ليها طول النهار باش تتهنى من زوجها وتكمل علاقتها بعشيقها. وطبعا هذا الشيء كله جاء من راس عبد الرحمن اللي كان يطلب من صاحبتها هذا الشيء. كل هذه الامور وصلتهم لواحد الحد من التفكير اللي ما كان يتوقع حتى واحد. لازم يموت. كانوا كل يوم يخطوا يديروا حيله باش يتهنوا منه، باش يمحوهم الدنيا هذه ويديروا غردهم. طول هذيك المدة وهما يفكروا كيفاش يتخلصوا من عمي رشيد، وهنا نقصد حدا زوجته وعشيقها عبد الرحمن، وكل خطرة تجيهم فكرة جديدة. حتى الواحد النهار اللي وصل بها الحال، يعني حدا أنه تفكر باش تقتله وتتخلص منه نهائيا. لازم يموت. كانوا مخمين ديجا، كانوا دارين بلون ديجا باش وداروها السير. هما ما كانش يما وعبد الرحمن حتى قتلوه يا خويا. في البداية عشيقها رفض وجاته الفكرة غريبة وصعبة، ولكن بعد ما أصرت عليه حدة وافق مباشرة. في الحكاية كان لازم يجيبوا معاهم واحد ثالث، وقع الاختيار على وليد خوها عبد الهادي اللي كان يتردد على الدار مرة على مرة. وليد خوها لأنه كان سهل عليها بزاف باش تقنعه بأي شيء وتطلب منه واش تحب وهو غير يطبق. كما يقولوا كانت شداته من يده اللي توجعه، وكما كان الحال وافق وليد خوها بسهولة وبدون ميلة. احكي احكي وليد احكي ما مغير برجك مش قتلوها. هالثلاثة اتفقوا على كل شيء إلا تاريخ تنفيذ خطتهم هذه، وهي التخلص من عمي رشيد نهائيا، يعني يقتلوه. عمي رشيد هذاك الراجل العاجز الحنين اللي كان همه الوحيد أنه يجيب الخبز لأولاده مهما كان الثمن، وكان حامل تعب الدنيا وحقرة يماهم ونظرة الناس ليه غير على جال يكبروا ويشوفهم رجال والبنات يشوفهم نساء. العيد العيد الكبير بابا جرانا كبش. خليني نخبركم بلي عمي رشيد باش جرى هذاك الكبش راح تسلف من عند جاره. وفي الصباح تاع يوم عيد الأضحى نظوا الأولاد وخرجوا فرحانين يلعبوا مع الكبش اللي جابوا بابا.
جابوا لهم كبش، والكبش هذاك مسكين الله يرحمه ويسع عليه شرا كريدي ما عندوش زوال باش يفرح ولاده. ولا بالي بلي هذاك النهار بابا ما عندوش درع، هذاك النهار سلف وجاب لنا كبش باش غير يفرحنا، يفرح ولاده وبناته صغار. وفي نفس الصباح تاع ذاك اليوم عمي رشيد ناض كي عادته وقال لزوجته لبسي لي حوايجي، وزاد طلب من زوجته وليد خوها باش يحفوا له وجهه لانه نهار تاع عيد. عمي رشيد كان على نيته وما كانش عارف واش راه مخبي له القدر والحيله تاع زوجته حتى. وتفهموا قالهم بلي يا ودي حفوا لي لهيتي. ساعات قبل ما تنوض العائله في الصباح يعني في الفجر، حدا دخلت عشيقها للدار وخباته وقالت له بقاه هنا وما تتحركش حتى يجي الوقت المناسب كي يخرجوا الاولاد يلعبوا مع كبش العيد. ومن بعد صرا ابشع شيء يمكن انكم تتصوروا. شفتي يما وشفت عبد الرحمن وشفت ولد خالد. بعد ما قتلوه خباوه في الحصيره تاع الدار وجوزوا النهار عادي شغل شي ما صار. خنقوه بسلك واني نقصد سلك يعني شوف البشاعه ماشي حبيله تكون اهون، هي كلها يعني امر تقشعر له الابدان، لكن هذا السلك من حديد مكريول حتى الان مازلنا ننشروا الحوايج في السلوكه تاع الحديد. كانت حابه تتخلص تتهنى من تصفي الجسد تاع راجلها كاغيمو، تصفيه من حياتها كاغيمو، دونك ديسيدات هي والعشيق تاعها والجاني الثالث وهو وليد خوها باش يقضيوا عليه ويقتلوه في صبيحه عيد الاضحى. وكان وليد صغير في ذاك النهار غير يسقسي على باباه وتقول له يماه روح ما تسقسينيش ما على باليش وين راح. على باليش وين راح. وفي الليل وفي نفس هذاك النهار وبعد ما نقصت الحركة في الحي الناس كامل دخلت لديارها. خرجت حدة وعشيقها عبد الرحمن ووليد خوها حفروا في مكان ما كانش بعيد عن الدار، وثماك قروا باش يدفنوا الجثة تاع عمي رشيد. شو ديرينا تلك ديرينا تلك شوفي حدة. هاد الحكايه كامل تكشفت بعد ما مصالح الامن استدعاو حده لانهم كانوا لقاو القبض على وليدها وليد وحبوا يعرفوا منها الحكايه وحقيقتها. طبعا حده رفضت وقالت لهم ملي مات باباه وهو على هاد الحال والحومه كامل تعرف وتشهد. جات لتماك هضرت معاهم كي هضرت معاهم جات لتماك هضرت معاهم كي هضرت معاهم الا انا على نيه دونك نكرت واش قالوا كاع بلي ما كاش من هايتو. لكن بعد ساعة من الاستجواب تاعها صرا أمر اللي خلاهم يزيدوا يشكوا فيها ويتأكدوا بلي راهي مخبيه شي. راه عندنا كاع المعلومات. بالك الوحدة تاع اللي طلقوها. قالت جاو قلبوا تما ما بانت لهم والو. طلقوها. راحت الوحدة تاع الصباح قدام دارهم، قدام عند الباب تاع دارها وبدات تحفر. كي بدات تحفر باش تجمع العظم تاع راجلها اللي مات اللي قتلته هي، الجيران شافوها. بدات تحفر. سمعنا شغل الحفير ودعنا قلنا بالك غادي هبله تانيك. البعد لحقت زوج ثلاثه تاع الصباح سي بوعيات ما كان بان بلي ما كان والو. غدوه من داك حنا نوضنا نسقاو ونلقاو البلاصه محاصره كاع. متو ما تهنيتش منك. حدا كي خرجت نص الليل من عند الشرطه راحت تجري للمكان اللي دفنت فيه زوجها من 13 سنه فاتت. وبقات تحفر وتخبي في الشيء اللي بقى منه. حولت واش بقى من الجوج. وبعد ما الهضره وصلت للمحققين وتاكدوا من الحكايه بطريقتهم الخاصه، بعد الشرطه بدات تحفر 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 على حساب تحفر تحفر لقاو العظم. سمعنا واحد تما يهضروا تسمع تقرعج كذا كذا العظم. بعد شوفوا واحد الانسان طبيب قال لك هذا طبيب شرعي لابس طبليه بيضاء. بعد شوفوا الامام جا تما. بعد من الامام شكون ثاني جاء انسان الله يبارك ما شاء الله بكوستيما وكذا قال لك هذا وكيل الجمهوريه تاع السيكتور هذا. عملت بعد خرجوا العظم داروا في ما بشوف فاش داروها الله اعلم خدمتهم هذيا. وبعد ما ضغطوا عليها في تحقيق ثاني وعلى عشيقها عبد الرحمن وواجهوهم بكل الادله المتوفره انهارت حده واعترفت بكل التهم
المنسوبة ليها. غدوة من ذاك رجال الشرطة تقدموا النقطة وين نسكنوا حنايا. جاو دخلوا للدار جابوا معاهم كلب بداو يشموهم على بالاش كيفاش الإجراءات هذه ما نعرفوهاش. اه سي بون بعد عرفنا باللي ما المعلومات اللي كانت تما تاع الجيران عرفنا باللي باباه راه مدفون في الدار. حنا هذا سبحان الله العظيم هذه ما سمعناها، ما كيفاش دفناتو كيفاش قتلاتو كيفاش ما على بالناش. كي كانت تحكي على الجريمة تاعها دونك جبدت أطراف، جبدت أطراف القضية تاعها. دونك اللي شاركوها شركاء تاعها في الجريمة شكون هما؟ كان عشيق تاعها في 93 اللي كان معاها، حتى عبد الرحمن اللي تزوجها بعد مدة بعد ما ضغطت عليه المصالح الأمنية وقدمت له كل الأدلة بأنه راهو مشارك في هذه الجريمة اعترف وقال باللي هي اللي دفعتني لهذا الشيء. أما وليد خوها اللي كانت وصلاته الهضرة من عند الفاميليا فكان هارب لتونس، ولولا أنه المحققين والتنسيق الأمني بيناتهم اللي لحقوه قبل ما يهرب لأنه كان عنده نية أنه يخرج من الوطن نهائيا. الجريمة بعد 13 سنة كل تفاصيلها تكشفت، وعمي رشيد اللي كانت الناس كامل حاسبة بلي راهو من ضحايا العشرية السوداء أتأكد فيما بعد أنه ضحية جشع الزوجة تاعو وتخطيطها الشيطاني. بعد اكتمال كل الإجراءات القضائية تم الحكم النهائي على حد ب 25 سنة سجن النافذة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وبنفس المدة تم الحكم على زوجها عبد الرحمن لأنه كان يواجه نفس التهمة. أما وليد خوها اللي حاول الهرب فتم الحكم عليه بمدة 15 سنة سجن نافذة بتهمة المشاركة في القتل. للأسف حتى لو الجنات أخذوا جزائهم أمام العدالة، لأنه نتيجة والأثر تاع تربية سلوك هذه المرأة المدعوة حدها كان بزاف كبير في الأخير. فبنتها صغيرة كبرت وكبر معاها شرها، وحتى هي في يوم من الأيام خطت هي وصاحبتها باش تسرق واحد الشاب، وبالفعل اداوه في الليل لواحد المنطقة فارغة، وفي هذيك اللحظة خرج العساس وكي جرى وراهم هرب هذاك الشاب بسرعة. العساس فيما بعد حكم بنت حدة وكي حاولت تهرب ما لقات أمامها إلا أن الضرب، وبالفعل دارت هذا الشيء والعساس المسكين مات متأثر بالضربة اللي جاته في راسه البنت. وفي سنة 2012 حتى هي دخلت السجن بتهمة القتل العمدي وفق الأدلة اللي تحصلت عليها مصالح الأمن والتحقيقات القضائية. كل واحد يتابع فينا الآن لازم يعرف أنه هذه الحكاية جبناها من عمق الجزائر العميق. حدا العلجة عبد الرحمن وعبد الهادي كلهم شخصية حقيقية وموجودة في واقعنا الجزائري. نتمنى أنه أحداث هذه الحكاية ما تتكررش داخل الأسرة الجزائرية. كل أم راهي تتابع فيها الآن خليني نخبرها ونذكرها أنه تربية هذا الجيل مسؤوليتك، فتأكدي أنه مسؤوليتك كبيرة وكبيرة بزاف.